فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا الدكتور غسان سلامة. وزير خارجية تشاد شريف محمد زين يقوم بزيارة إلى جمهورية غينيا الاستوائية ولقائه الرئيس الغيني. وزير المالية والميزانية يقدم بيانا صحفيا نفى فيه الإشاعات المتداولة بشأن قطع جزء ماهية الموظفين. السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من العاصمة إنجمينة ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. غادر صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو العاصمة إنجمينة متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة خاصة لفرنسا. وكان في وداء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لدى مغادرته مطار حسن جاموس الدولي عدد من الشخصيات في مقدمتهم معالي رئيس الوزراء بايمي باتاكي ألبير وبعض أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة بلدية إنجمينة. وقبيل مغادرة العاصمة إنجمينة استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور غسان سلامه. المقابلة كانت بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي شريف محمد زين والأمين العام برئاسة الجمهورية جان برنار باداري ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية عيسى علي طاهر. تقرير زميل عائشة خليل بلال. في إطار مراجعة القضية الليبية والنظر في إيجاد الحلول بالطرق السلمية، استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور قسم السلامي. المقابلة التي تمت بحضور عدد من معاوني رئيس الجمهورية والوفد المرافق لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طرحت من خلالها الأزمة الأمنية التي تعيشها دولة ليبيا الآن والدور الذي يقوم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بشأن النزاعات والمشاكل القبلية التي تتعرض لها دولة ليبيا. من جانبه الدكتور قسم سلامي عقب خروجه من اللقاء صرح بالتالي: لقد تشرفت بلقاء السيد الرئيس الذي أعطاني من وقته الكثير، ولا يمكن لأي أحد أن ينكر العلاقة الوثيقة التي قامت عبر التاريخ بين تشاد وبين ليبيا، ليس فقط على مستوى الدولة وإنما أيضا على مستوى الناس وعلى مستوى الشعب نفسه. وبالتالي وجدت لدى فخامة الرئيس أولا معرفة دقيقة بشأن الليبي، وجدت لديه ثانيا وهذا مهم معرفة دقيقة بوسائل تجاوز العقبات الموجودة أمامنا للتوصل إلى حل سياسي، واستفدت بالتالي من نصائحه السديدة لكي نسرع من عملية الحل السياسي في ليبيا، وهي مصلحة الليبيين أولا ولكنها مصلحة الدول المحيطة بليبيا أيضا، وتشاد هي إحدى الدول المهمة التي تتأثر تماما بالأحوال الداخلية القائمة في ليبيا. وتجيء هذه المقابلة نسبة للدور الإيجابي الذي يقوم به فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في جلب الأمن والاستقرار للشعب الليبي والسعي إلى لم شمل الفرقاء في ليبيا.